السلام عليكم معكم لينا حماد من فريق سيلفر تو بي رح احكي اليوم شرح لسؤال رقم 87 من اسئله الجي ار اي السؤال بحكي في المستوى الديكارتي توجد النقطه اس اللي احداثيتها سالب 2 و1 والنقطه ار احداثياتها 4 وسالب 7 اذا كانت النقطه ب هي المنصفه للمستقيم ار اس فما هي احداثيات النقطه ب رح ارسم على المستوى الديكارتي اول نقطة راح امثلها اللي هي سالب اتنين واحد والنقطة الثانية اللي هي سبعة سالب سبعة اربعة تقريبا سالب سبعة هي راح تيجي هون هلا المستقيم اللي واصل بين النقطتين هو ار اس ايش ايش النص تبعه هلا بنشوف راح احسب ال من من عند الاربعة اللي هي بالسينات وتاني رقم هو سالب اتنين كم تقريبا بينهم بيناتهم ست ارقام او ست وحدات فنص هاي المسافة راح تكون هون عند الواحد لانه هاي اذا نيجي من عند الواحد واحد اثنين ثلاثة وبرضو من عند الواحد لجهة اليمين واحد اثنين ثلاثة حتكون المسافة منصفة لبعض وبالنسبة من واحد لسبعة راح تكون المسافة اللي جاية بالنص هي هي سالب ثلاثة فالنقطة سالب ثلاثة نقطة واحد سالب ثلاثة حتكون هي المنصفة ل الخط المستقيم ار اس والجواب الصحيح على هيك راح يكون يساوي سي اذا عندكم اي سؤال على هذا الموضوع ابعتوا على صفحتنا على الفيسبوك يعطيكم العافيه